داخل أرضية الملعب، الوقوف على أداء العناصر داخل أرضية الملعب. كرة بتلعب، استلام حاضر بعد ذلك، كرة عكسية، راسية أولى من جانب محمد مونتاري المونديالي صاحب الهدف التاريخي على صعيد مونديال قطر 2022. هذه الكرة العكسية التي لعبت بعد ذلك، راسية محمد مونتاري، وايت بالإضافة إلى ليبسكي، بيل كينج بالإضافة إلى بوركي ونيشيلسون وريكاردو بيريس بالإضافة إلى أدريان ماربي وروسيل. هكذا هي قائمة عناصر المنتخب الجامايكي في مباراة الليلة وفي أرضية ملعب اللقاء. تصنيف 63 بالنسبة للمنتخب الجامايكي على صعيد التصنيف الدولي، بينما يتفوق العنابي بفارق مرتبتين، حيث المركز 61 على صعيد التصنيف الدولي. كرة بتمر بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. حاضرة بالخلف. عملية بناء هجمة، عملية بناء كرة. طارق سلمان بجانب أحمد سهيل، بعد ذلك فتحي. الأسماء الحاضرة بالخلف. الأسماء الحاضرة على صعيد التشكيل الدفاعي للبرتغالي السيد كيروش. الرجل الذي راقب وتابع منذ الأشهر الماضية، قام بضم أسماء، قام بإراحة أخرى. الرجل الذي يستعد من أجل إعداد وإعادة توهج العنابي. الكرة لدى المعز، يلعب كرة لدى فتحي، وبعد ذلك وصل إلى يدي حارس المرمى. وايتي، جهمل، وايتي جهمل يمسك بالكرة الماضية بعد محاولة وفرصة أيضا. عملية الاعتماد على أسلوب لايب، أو دعني أقول الانسجام والتناغم على أسلوب لايب، يتبعه السيد كيروش. لقاء بعد الآخر، مباراة بعد الأخرى، حيث اكتمال الصورة واكتمال الطريقة التي يبحث عنها كيروش. كرة تلعب خاطئة بعد ذلك على الدفاع، حاضرة بالجانب الأيمن، تعود لنا جامايكا. كلا المنتخبين سوف يكون حاضرا في بطولة الكأس الذهبية، الأمر الذي يعود بالفائدة سواء للعنابي أو لجامايكا. الأمر الذي أيضا تحدث عنه كيروش وتحدث عنه ويتمور المدرب لمنتخب جامايكا. الرجل الذي يعرف كرة القدم القطرية، سبق وأن حضر وتواجد بجانب النادي العربي في فترات سابقة. الرجل الذي قال أيضا منذ فترة طويلة لم أقابل هؤلاء النجوم، وأتمنى في مباراة الليلة أن تكون الأمور بصورة إيجابية، بين في الوقت الذي أيضا أوضح قوة هذه المواجهة وأيضا المقدرة على الخروج بالعديد من المكتسبات من مباراة الليلة. كرة بتعود، ليباكسي، نقلة بعد ذلك في الطرف الأيمن. 5 دقائق أولى في اللقاء، الأمور تبدو بهذه الصورة، تبدو بهذه الكيفية كطابع المباريات الودية. يا سيد كيروش، كارلوس كيروش، 70 عام هذا الرجل البرتغالي الخبير والقدير والحاضر على صعيد القيادة الفنية. حديث يأتي عن السيد كارلوس كيروش.
هما بالأمين، حاضر على سيد خانت الظهير الأيسر، شكل رباعي الدفاع مع طارق سلمان، أحمد سهيل وبسام الراوي. كرة تلعب، محاولة نقل كرة أمامية لدى مصطفى مشعل، إراحة بعض النجوم، الغير حاضرة على سايدي قائمة العنابي، لعل الأبرز الثلاثي أكرم عفيف، حسن الهيدوس وبوعلام أيضا، الأسماء التي اعتدنا على تواجدها على حضورها. إراحة بعض النجوم وتجربة أسماء ودماء جديدة لدى السيد كرش في هذا التوقيت في هذه المرحلة، ولقادم المواعيد والاستحقاقات بالنسبة لكرة القدم القطرية. نتكلم عن الكأس الذهبية، بعد ذلك حضور على صعيد كأس أمم آسيا القادمة، استحقاقات عدة منتظرة للمنتخب المتوج بلقب القارة والحاصل على لقب بطولة أمم آسيا. استلام من المعز، هداف أمم آسيا المعز علي، واحدا من العناصر والأسماء التي أيضا يعتمد عليها في خط المقدمة لدى السيد كيراش. بسام الراوي يلعب كرة عكسية بعد ذلك، وصلت إلى يدي حارس المرمى، قبل ذلك صافرة حاضرة وموجودة. هيمير والتعليمات موجودة، يعطي التعليمات لعناصر للاعبين، لا يقف أو لا يتوقف المدربين عن إعطاء التعليمات، إعطاء التوصيات للعناصر داخل أرضية الملعب من أجل تطبيق الجوانب الفنية، من أجل تطبيق التعليمات، من أجل تنفيذ أسلوب اللعب المتفق عليه من قبل كل مدرب. صناعة كرة بالخلف، لدى جامايكا عملية بناء الهجمة. نذكر بأن المعسكر الإعدادي مقام في النمسا، يخوض خلال العنابي ثلاث لقاءات ودية، خاض لقاء واليوم لقاء ويتبقى له لقاء قادم. كرة بالوسط، علي أسد من يحمي شارة القيادة، يلعب كرة لدى متاري، نقلة بعد ذلك في الطرف الأيمن، كرة تقطع وتعود، قطعت من أمام يوسف عبد الرزاق. نقلة لكرة طولية أيضا تقرأ من جانب الدفاع، ربما هي المرة الأولى التي يتواجد طارق سلمان بجانب أحمد سهيل، هنا هما من الأمين، يلعب كرة لمن يعود للخلف المعز، عملية تناقل الكرة كما ذكرت، الانسجام وإن كان غائبا، تناغم وإن كان غائبا، سوف يكون أكثر وأكثر، لقاء بعد الآخر، مباراة بعد الأخرى، وتجربة بعد الأخرى، يكون في قمة الجاهزية، وتكون هذه العناصر بتناغم أفضل وبصورة أجمل بجانب البرتغالي السيد كارلوس كيراش. نتكلم عن كارلوس كيراش، الرجل الخبير والرجل الذي منذ فترة طويلة، تتكلم ما بعد المونديال، كان حاضرا في مشاهدة ومتابعة مباريات الدوري ومراقبة العديد من الأسماء والعديد من النجوم، وبعد ذلك عملية استدعاء أيضا كما ذكرت لدماء وأسماء جديدة تكون أيضا حاضرة بجانب الأسماء الماضية على صعيد قائمة العنابي.
الكرة بتعود مصطفى مشعل، عاد كرة لخلف بسام الراوي عبر الطرف الأيمن، يوسف عبد الرزاق يفقد كرته وبعد ذلك تمر إلى رمية تماس. يوسف الحاضر على صعيد الرواق الأيمن أو الجهة اليمنى، في قائمة العنابي 26 لاعب في قائمة السيد كرش استعدادا لخوض الكأس الذهبية الكونكاكاف 2023، مشاركة التي تأتي للمرة الثانية بعد مشاركة كانت حاضرة في النسخة السابقة. كرة بتعود وسط الملعب لدى منتخب جامايكا، ربع ساعة تبدو هادية في ملعب زومينسي، ربع ساعة تبدو بهذه الصورة. كما نعلم في المباريات الودية النتيجة ليست ذات أهمية، تتكلم عن المستوى والأداء وأداء اللاعبين، تتحدث عن أيضا تجربة اللاعبين، الانسجام، عدة أمور، عدة جوانب يبحث عنها المدربين في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه المواجهات، بعيدا عن لغة الفوز والخسارة. هذا لا يقلل من الفوز في المباريات الودية على صعيد الجوانب المعنوية بلا أدنى شك. ركلة مرمى لدى صلاح زكريا، أيضا هو الآخر يتواجد، تدنى على مشعل وسعد. اليوم لدينا صلاح زكريا من يأتي على صعيد حراسة المرمى بالنسبة للعنابي. بناء كرة بالخلف، سيلمر الكرة لدى طارق سلمان، بعد ذلك همام الأمين، أدوار بلا أدنى شك أيضا تعطى لهمام الأمين من جانب السيد كارلوس كيروش، سواء على صعيد الجوانب الهجومية أو على صعيد الجوانب الدفاعية. شوف ربع ساعة جوانب دفاعية، بعد ذلك حتما بأنه سوف تعطى التعليمات لهمام الأمين بالمزيد من الأدوار الهجومية على صعيد الجهة اليسرى. كرة بالوسط لدى المنتخب الجامايكي، انطلاقة حاضرة من جانب ريتشارد، يلعب كرة بعد ذلك عكسية، لكن أيضا هي الأخرى تمر بهذه الصورة، تمر إلى خارج أرضية الملعب. نفس الكلام الذي يقال على كارلوس كيروش أيضا يقال على هيمير، وهو يعد العدة ويستعد من أجل الكأس الذهبية، من أجل بطولة الكونكاف. كرة تلعب كونكاكاف، الكونكاكاف الكأس الذهبية، البطولة التي فيها أيضا العديد والعديد من المنتخبات المشاركة والحاضرة، البطولة التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو إلى 16 يوليو المقبل. كل التمنيات بالتوفيق للعنابي، كل التمنيات بالتوفيق في تحقيق النتائج الإيجابية، في تحقيق أيضا الأمور المرجوة في مثل هذه المشاركة. كرة بتعود، صلاح زكريا يعيد كرة بعد ذلك طارق سلمان، عملية بناء جديدة، تقدم حضور، بعد ذلك كرة عبر الطرف الأيسر، همام الأمين الآن في دور هجومي بعد أن ظل طيلة الربع الساعة حاضرا على صعيد الأدوار الدفاعية. ركلة ركنية لدى همام الأمين، شوف اللقطة، استطاع بكل ذكاء أن يكسب همام
ركلة ركنية عموما نفذت. كرة بعد ذلك لعبت بهذه الطريقة. وايتسي يمسك بكرته. هذه كرة وايتسي المافيا. شكل جديد ودماء جديدة. لعل المتابع المراقب للعنابي في الفترة الأخيرة لم يعتد على هذه التوليفة من الأسماء كما ذكرت، لكن إراحة بعض النجوم، إراحة بعض الأسماء والزج والتجربة بأسماء أخرى من قبل السيد كرش. رمية تماس حاضرة من الجانب الأيسر. نقترب من 20 دقيقة أولى من اللقاء في ملابس مونسي. في هذا اللقاء والتجربة الودية ضمن المعسكر المقام في النمسا. بالخلف أحمد فتحي، أيضا واحدا من العناصر أصحاب الخبرة، اللاعب الذي هو الآخر توج بجانب فريق النادي العربي بلقب بطولة كأس سمو الأمير. كرة تلعب عبر الجانب الأيسر. لا أفضلية لطرف على حساب الآخر. لا أفضلية لمنتخب على حساب الآخر. الأمور تبدو من خلال الدقائق التي تمر وتقضي متعادلة متساوية متكافية من خلال هذه التجربة الودية. على اليسار كرة لدبيل. علي أسد يأخذ كرة بعد ذلك يكسب خطا وسط الملعب. لاعب لديه قدرات، لديه إمكانيات، ولديه الخبرة، وأيضا يحمل شارة القيادة. حديث يتان علي أسد. عدد من العناصر التي أيضا في وسط الملعب. تكلم عن فتحي، مصطفى، علي أسد، بالإضافة إلى الأسماء الحاضرة في قائمة البدلاء. عبد الله معرفي، محمد وعد، مهدي سالم، وعاصم مدبو. هذه الأسماء التي أيضا تحضر على صعيد الأسماء البديلة وقائمة الأسماء البديلة. ركلة مرمى حاضرة لدى وايت. بعد ذلك هما من الأمين يبحث عن كرة حاضرة بخط الوسط. مصطفى مشعل الحاضر بالجانب الأيسر. بعد ذلك صافرة حاضرة من حكم اللقاء. كل فريق يبحث عن فرض، أو كل منتخب يبحث عن فرض سيطرته داخل أرضية ملعب اللقاء، يبحث عن تحكم بمجريات اللعب في الوقت الذي لا خطورة تذكر، سواء على مرمى صلاح زكريا أو على مرمى وايت. لدى جمايكا بالجانب الأيمن يلعب كرة وسط الملعب. محاولة انطلاق تقدم في الوقت الذي يعود عناصر العنابي من أجل تغطية دفاعية، من أجل إغلاق كافة المناطق وإعطاء المساندة أيضا لحماية مرمى صلاح زكريا. الرقابة، شوف الكل يعود من أجل التغطية بما فيهم أيضا المعز علي. ليباكسي يلعب رمية تماس خطيرة بهذا الشيء. طالت ومرت على نيشيلسون. هذا نيشيلسون، نيشيلسون اللاعب الذي يأتي بالقميص رقم 11. مجموعة من الأسماء الحاضرة لدى السيد هيمر. صالح زكريا منطلق بداية هجمة أيضا من الخلف.
دائما همام الامين، اكثر استلاما للكره من بسام الراوي. الحاضر على صعيد الجبهه اليمنى، الحاضر على صعيد الظهير الايمن، فتحي عمليه الضغط، وصلت الكره لدى همام، يقع يكسب بعد ذلك خطا. همام يكسب خطا، ايضا عديد من العناصر في خط الدفاع غير الرباعي الحاضر في ارضيه الملعب، يعني همام وطارق واحمد السهيل وبسام الراوي، تتكلم عن عناصر الدفاع، هنالك جاسم جابر، هنالك حازم احمد، هنالك ايضا مصعب، بالاضافه الى محمد النعيمي ويوسف ايمن، الاسماء التي استدعت على صعيد خط الدفاع وتم استدعائها لقائمه المنتخب الوطني. كره عبر الجانب الايمن، محاولة بعد ذلك يوسف عبد الرزاق، محاولة للتوغل، فتحي واصل لدى علي أسد، يفكر في كرة عكسية لعبت عالية، غابت الرأسية، وصلت لدى همام الأمين، بعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة ركنية، مرت إلى ركلة ركنية، هي الثانية الآن. باريس آخر أو آخر من لمس الكرة الماضية ذهبت بعد ذلك إلى ركلة ركنية. همام الأمين يلعب كرة عادت لدى مصطفى مشعل، بعد ذلك مرة أخرى همام الأمين يلعب العكسية، وصلت سهلة إلى يدي وايت، يبقى الاعتماد على المعز ومتاري بشكل واضح بالإضافة إلى يوسف عبد الرزاق على صعيد الجوانب الهجومية. أيضا هنالك ثلاث عناصر حاضرة على صعيد قائمة البدلاء لدى السيد كرش، أحمد علاء، تميم منصور، وخالد منير. هذا الثلاثي أيضا بالإمكان رؤيته، بالإمكان مشاهدته على صعيد أرضية ملعب اللقاء. هنا العادة لكرة همام، بعد ذلك وصلت إلى يدي حارس المرمى وايد. 25 دقيقة، المعز من الجانب الأيسر، المعز بمهارة يبحث عن كرة هدف أول، لكن أيضا هي الأخرى اجتازت وصلت بعد ذلك لدى فتحي. علي أسد يعيد كرة للخلف، صلاح زكريا، هذه الأسماء قدمت حضورا وأداء جيد ومقنع بجانب أنديتها، الأمر الذي شاهده ولاحظه ويعرف جيدا السيد كارلوس كيروش. كرة تمر إلى رمية التماس، يوسف عبد الرزاق بالوسط يبحث عن المرور بالحل الفردي بالمهارة الفردية، بعد ذلك يرسل كرة وصلت إلى بسام الراوي. شوف بسام وين يتواجد، شوف بسام إلى أين يصل في الكرة الماضية، وهو الظهير الأيمن كان على مشارف منطقة الجزاء للمنتخب الجامايكي. هذه خطيرة، وبعد ذلك الإبعاد يأتي، إبعاد حاضر من جانب أحمد السهيل، نجح في إبعاد الكرة الماضية. هل لامست أحمد السهيل أم لا؟ شوف هذه الإعادة، ركلة مرمى نفذت عالية، سرعان ما تعود لدى المنتخب الجامايكي،
يلعب كرة على الصعيد الأيسر. منتخب جامايكا من المنتخبات المتطورة، من المنتخبات أيضا التي تتقدم شيئا فشيئا. الملاحظ والمراقب للتصنيف الدولي للمنتخبات يعلم بأن المنتخب الجامايكي واحدا من المنتخبات المتطورة كرويا، وأيضا المنتخبات التي في تقدم وحضور مستمر. هنا الآن عملية تقدم من الجانب الأيسر، بعد ذلك عكسية. فتحي بامتياز يبعد الكرة الماضية برأسية، تعود مرة أخرى في اللحظة التي يتراجع فيها ناصر العنابي. المحاولة تدخل وصافرة بعد ذلك. خطأ على أحمد فتحي، يبدو في مكان قريب وفي مكان خطير بعض الشيء على مرمى صلاح زكريا. شوف التدخل والوقوع الذي يأتي لي نيشيلسون في الوقت الذي يتحدث فيه أحمد فتحي مع حكم اللقاء. صلاح زكريا يعطي التعليمات، يعطي الوصايا لحارس الصد في ظل مخالفة وركلة حرة مباشرة للمنتخب الجامايكي. هنا تعليمات صلاح زكريا من أجل كرة ثابتة تبدو خطيرة بعض الشيء. لدينا خمسة أسماء، خمسة عناصر في حائط الصد من أجل مقابلة كرة نيشيلسون. نفذ كرة، برافو صلاح، برافو صلاح على التصدي، على تألق، على ردة فعل وعلى توقيت مناسب في بعد الكرة الماضية. بعدها صلاح زكريا، ركلة ركنية للمنتخب الجامايكي. كرة كانت في غاية الخطورة، أرسلت بهذه الصورة، أرسلت بهذه القوة، لكن أيضا يقظة كانت حاضرة موجودة من جانب صلاح زكريا. الوقوع يأتي وسط مطالبات من عناصر المنتخب الجامايكي. لايتي بوديري اللاعب الذي وقع بالكرة الماضية، بينما هنا الإعادة لتصدي صلاح زكريا. برافو صلاح على يقظة، على تصدي، على حضور في الكرة الماضية. أيضا يبحث عن تثبيت أقدامه على صيد حراسة المرمى. هنا لدينا كرة، مصطفى مرر، عبد الرزاق لهما، الله على كرة هدف أول، مثالية رائعة للعنابي، يصل من خلالها إلى مرمى المنتخب الجامايكي. أي كرة، أي اختصار، أي لمسة، أدوار همام الأمين الهجومية التي تحدثت عنها تحضر بهدف أول يصل من خلاله إلى مرمى المنتخب الجامايكي. كرة مصطفى إلى يوسف، وبعد ذلك هوبا بلمسة وبالقدم اليسرى من جانب همام الأمين يصل بها إلى مرمى المنتخب الجامايكي. برافو 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 على كرة وعلى وصول مختصر إلى مرمى جامايكا وعن طريق همام الأمين. همام يأتي بهدف أول، كرة كانت في غاية الروعة بعد مجموعة من النقلات والتمريرات، باختصار وصل من خلالها على النابي إلى مرمى المنتخب الجامايكي. نصف ساعة لم نرى فيها محاولات أو أي تهديد، ولكن مع الوصول الأول استطاع عناصر العنابي التسجيل والوصول إلى مرمى وايت.
مصطفى يوسف عبد الرزاق بعد ذلك. همام كرة تعود إلى متاري. لاحظ الأدوار وأيضا الأداء بنسق واحد. عودة العناصر للأداء الدفاعي، أيضا تقدم العناصر للأدوار الهجومية. كل ذلك بتعليمات من حاضر بجانبي السيد كارلوس كيروش. كرة تلعب أمامي المعز، كرة تقطع بعد ذلك تعود مرة أخرى. خطأ يأتي من جانب المعز بعد تدخل كان قريبا فيه حكم المباراة للاتبي اوديري. كرة مرت بعد ذلك إلى ركلة مرمى. ليشيلسون يتحدث مع زملائه، يطالب زملائه باليقظة. فلية نسبية كما ذكرت على صعيد التصنيف للعنابي بفارق مركزين، وأفضلية بعد مرور النصف ساعة أيضا على أرضية ملعب اللقاء. كرة عائدة بالخلف، أحمد سهيل. قوايتي بسام الراوي. هون الوقوع لبسام الراوي، مخالفة ركلة حرة مباشرة. أيضا بعض الفوارق على صعيد البنية الجسمانية. الأمر الواضح على صعيد بعض الالتحامات وبعض اللقطات. 10 دقائق على شوط لقاء أول. حاول التقدم، طارق سلمان. فقط كرة تابعة لذلك تعود. لا زال صلاح زكريا يوصل تعليمات للزملاء في الوقت الذي يتحصل المنتخب الجامايكي على مخالفة وخطأ ركلة حرة مباشرة. يبحث المنتخب الجامايكي عن عودة في اللقاء. بيرس يلعب كرة، تغيرت تحولت من احمد فتحي، لكن ايضا وسط متابعه بشكل جيد ويقظ ايضا من جانب صلاح زكريا. يقدم نفسه بصوره ايجابيه، يقدم نفسه بصوره جيده دعني اقول لحتى الان في ارضيه ملعب اللقاء. تصدي للكره الثابته يبقى او الكره الاخطر والابرز للمنتخب الجامايكي. الكرة التي تصدى لها وبكل براءة صلاح زكريا. الآن استحواذ موجود حاضر من جانبي عناصر المنتخب الجامايكي. معسكر العنابي في النمسا يسير بخطوات جيدة، بخطوات دعني أقول واضحة من السيد كيروش من أجل ما هو قادم للعنابي، من أجل ما هو قادم لهذه الأسماء ولهذه العناصر في عودة
للتوهج في عودة للحضور بلا أدنى شك وبكل قوة من أجل ما هو قادم لهذا المنتخب. بطل القارة أحمد إسهيل قادر العنابي على العودة، قادر أيضا على المنافسة والحضور. بلا أدنى شك كرة بتودي الخايف، إسهيل يمرر كرة لدى أحمد فتحي من أجل بناء الهجمة، من أجل بداية الهجمة من الخايف في الوقت الذي نقترب وإياكم من آخر خمس دقائق، نقترب من الدقيقة 40 من زمن اللقاء. العنابي يتقدم على جامايكا وعن طريق همام الأمين. بالوسط كرة سرعان ما تعود للخيف، ينطلق مشوار العنابي في 25 من يونيو لقاء منتخب هايتي، بعد ذلك يقابل الهندوراس في 29، ثم يختتم لقاءاته في الدور الأول في بطولة الكأس الذهبية كونكاكاف بلقاء المكسيك يوم 2 من يوليو. على صعيد المجموعات، على صعيد المجموعات هنا كرة عكسية واصلة لدى يوسف عبد الرزاق، فرصة الهدف الثاني وكرة لا تزال الثاني للعنابي. وعن طريق من؟ عن طريق متاري. الثاني للعنابي عن طريق متاري، بعد كرة حاول بها على مرتين يوسف عبد الرزاق، 2 مقابل لا شيء. العنابي يصل بمحاولات قليلة لكن يجيد في هز الشباك وفي التسجيل وفي الوصول إلى مرمى جامايكا. هذه كرة يوسف عبد الرزاق، المرة القائم الأيمن، بعد ذلك الأيسر، وبعد ذلك منتارب يصل إلى المرمى، يصل إلى الشباك. واحدة يسار واحدة يمين، وين 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 يا منتاري وين؟ بعد ذلك في مرمى المنتخب الجامايكي هدف آخر للعنابي. 2 مقابل لا شيء. برافو 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 على هذا الأداء، هذا التقدم. نعم العنابي لا يصل كثيرا لكن حينما يصل يهز الشباك ويأتي بهدف. الآن 2-0 2-0 التقدم حاضر وموجود ونحن على مشارف نهاية شوط اللقاء الأول. تفوق يأتي لعناصر السيد كارلوس كيروش، ولعله يكون شوط أول جيد ومرضي بالنسبة للسيد كارلوس كيروش. تأمين الجوانب الدفاعية، بعد ذلك التحول الهجومي والوصول إلى مرمى المنتخب الجامايكي، الأمر الذي بحث عنه السيد كارلوس كيروش من خلال الدقائق الماضية ومن خلال لحظات شوط اللقاء الأول. كارلوس مانويل بريتو كيروش، طبعا هذا الاسم الكامل، بالمختصر كارلوس كيروش، البرتغالي ذو 70 عاما، الرجل الذي لديه العديد من التجارب، انطلقت وبدأت في البرتغال هنالك مع الفئات السنية عام 1989 لمنتخب البرتغال تحت 20 سنة. بعد ذلك قاد المنتخب الأول البرتغالي في 91، بعد ذلك
قاد الفريق البرتغالي العريق سبورتنج لشبونة. وبعدها انطلقت الرحلة إلى خارج البرتغال لهذا المدرب ولهذا الرجل كارلوس كيروش. ذهب للإمارات، جنوب إفريقيا، بعد ذلك كان واحدا من الطاقم الفني كمساعد في مانشستر يونايتد في 2002، ريال مدريد 2003-2004، وعاد مساعدا مرة أخرى في ألمان يونايتد. هذه كرة خطيرة، برافو صلاح، برافو صلاح، ينجح في ثاني اختبار. زكريا في ثاني اختبار ينجح في الذودي عن مرماه، ينجح في التصدي. صاحي 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 صلاح زكريا، برافو يا ولد على تصدي، على حضور للمرة الثانية. ركلة ركنية تلعب على القائم الأول لدى المنتخب الجامايكي، لعبت من بيريز. بوركي اعتلت رأسيته واعتلت كرته. كنا نتحدث عن مسيرة كارلوس كيروش قبل أن نشاهد ونتابع اللقطة التي تألق من خلالها صلاح زكريا. إذن العنابي سجل هدفين بوصول لمرمى المنتخب الجامايكي، وبكل نجاح أيضا صلاح زكريا تصدى لهدفين محققة للمنتخب الجامايكي. هذه أكيد أنها متواجدة ومدونة كحالات لشوط اللقاء الأول، سوف يكون بجانبها الكثير والكثير من الأحاديث، الكثير والكثير من الأمور التي جاءت على الصعيد الفني وعلى صعيد مجريات شوط اللقاء الأول هنالك، حيث طاولة الزميل العزيز خالد القحطاني وراء الكباتن الخبراء عبد العزيز حسن ومشعل عبد الله. اثنين من الأسماء أيضا التاريخية ومن الأسماء التي مثلت ولعبت بقميص المنتخب الوطني بقميص العنابي في سنوات عديدة ماضية، عبد العزيز حسن ومشعل عبد الله. ذو القدم اليسرى والغزال الأسمر، الظهير الطائر عبد العزيز حسن والغزال الأسمر مشعل عبد الله. دقيقة واحدة وقت بدل ضايع قدرت احتسبت لشوط لقاء أول هنا في النمسا، هنا في ملعب زومسي. العنابي يتفوق بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب الجامايكي في ثاني التجارب الودية ضمن المعسكر المقام في النمسا، استعدادا لاستحقاق قادم على صعيد بطولة الكأس الذهبية في أواخر هذا الشهر وتحديدا في 25 من يونيو. خلاص شوط، نلملم أوراقه ونستمع إلى صافرته الآن ليعلن حكم اللقاء نهاية الشوط اللقاء أول. اثنين مقابل لا شيء للعنابي في شوط أول، وصلنا مرتين، وصلنا من خلال الشباك، وتألق صلاح زكريا في التصدي لكرتين. المزيد من هذه التفاصيل هنالك لديك زميلي خالد القحطاني برفقة الخبراء الأعزاء لديك في الاستوديو. شكرا زميلي سمير المعرفي. إذن مشاهدين الكرام، ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم منتخبنا بهدفين للا شيء. بدأت الأهداف في الدقيقة 31 عن طريق همام الأمين بعد عدة محاولات استطاع من خلالها همام الأمين أن
يحرز هذه التسديدة المثالية والقوية في سقف المرمى كما تعودنا على ما يقدمه أمام الأمين من هذه التسديدات المثالية. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب محمد منتاري بعد أن شاهدنا المحاولات من يوسف عبد الرزاق في مرتين، وبعدها محمد منتاري أسكنها الشباك ليتقدم منتخبنا الوطني بهدفين دون رد. كابتن مشعل، شوط أول جيد من ناحية النتيجة بالنسبة لمنتخبنا؟ في أول اختبار نقدر نقول يوصل جيد. المنتخب لعب، يعني يمكن احنا توقعنا التشكيلة وطلعت نفس ما هي بالأربعة ثلاثة ثلاثة. اليوم شفنا حتى اللامركزية ساعات تصير بين منتاري وبين المعز، وبين اليوم من جهة الشمال اللي متعودين عليه احنا همام، في خاصة في ظل لعب ثلاثة، ولكن في الأربعة اليوم الجراءة عند اليوم تقدم اليوم، حتى دخول فيها يوسف عبد الرزاق في الهدف كان هدف جميل. بشكل مجمل الشوط الأول نقول جيد لأول تجربة، ولكن ممكن تمركز الفريق في الحالة الدفاعية ممكن شفنا في بعضها، ولكن لحد الحين التجانس ما صار بين اللاعبين بشكل كبير. نعم. كابتن عبد العزيز، لما نتكلم عن هدفين نقدر نقول انه اختبار جيد بالنسبه لشوط اول، ولكن خلينا ناخذ الصوره الكامله بالنسبه لما قدمه لاعبي منتخبنا في هذا الشوط. طبعا شوط متوسط بالنسبه للمنتخب، يعني بين متوسط واقل من متوسط صراحه، لكن بشكل عام الهدفين هم الأميز في المباراة، لأن في عمل وفي تواجد داخل 18 وفي خطورة، وسجلت هدفين. فريق الجامايكا كان متواضع، ما أظهر لنا قوة هجومية أو استحواذ أو خطورة كبيرة، لكن حصل على فرصة تقريبا فاول وفرصة في 42. لكن ما يمنع اليوم أنت نقول هذه خطوة أنك أنت تشوف معالم الفريق. الانسجام مهم الفترة المقبلة، لأن تكلم عن عناصر اليوم بسايم يلعب ظهير، اليوم يتواجد احمد السهيل مع طارق، همام هو الوحيد طيب شكل ما قال مشعل يلعب في طريقه الاربعه. اليوم شوف اليوم يلعب كجناح كثير يتقدم، وهذا شيء عمل جيد، لكن عليه في التغطيه الدفاعيه مهام اكبر، لان دفاعيا همام اقل في الثلاثه او في الخمسه ما يبين ضعفه، لكن في الاربعه محتاج عمل اكبر دفاعيا. شكل ما قال تمركز، محتاج تواجد اكثر، نقول تجانس اكثر، هذا ما يجي الا بالعمل ومع توليفه تكون متمرسه اكثر. لكن على الجانب الهجومي احنا شفنا من الدقيقه الاولى لازم نستغل منتاري في ضربات الراس او المعز، لان عندهم ضعف في التمركز، وشكل ما شاهدنا في من خلال الهدفين. نعم. طيب بالنسبه للخط الوسط كابتن مشعل، كيف تشوفه وكيف تقيمه؟ بالعكس اليوم احنا حتى نشوف ممكن اللاعب احمد فتحي هو اللاعب اللي يكون المساند الدفاعي بشكل كبير، ويعطي الحريه لمصطفى مشعل وعلي اسد، شفناهم حتى يزيدون في دخولهم في ال 18 تمريره الهدف الثاني او الهدف الاول، حتى جات من علي اسد من البدايه، هي اللي نقلها من جهه اليمين، نقلها حق بسام من جهه اليمين اليسار. فاليوم احنا قاعدين نتكلم عن وسط لاول مره يلعب مع بعض، فممكن يعني حتى ما نقدر نحكم عليه ذاك الحكم، وخاصه في ظل اتفق مع ابو سعود تواضع المنتخب الجامايكي اللي يعني احنا توقعناه ممكن تكون نديته او حتى مستواه الفني يكون اكبر من اللي طلع فيه في الشوط الاول، ولكن في الناحيه الهجوميه لخط الوسط اليوم انا اشوفه، حتى اشوف اليوم احمد والزياده العدديه اللي موجودين من اربع لعيبه لخمس لعيبه في خط 18 جامايكي، هاي يحسب للمدرب ويحسب حق اللعيبه اللي فيها قلنا في الامام اللامركزيه. طيب كابتن عبد العزيز، بالنسبه لخط الدفاع نعم ما اختبر، ولكن بعد في نفس الوقت كان فيه وصول على مرمانا مرتين، يعني شيء طبيعي، ممكن يعني تعرض هاي شيء طبيعي لما الفريق يهاجم ممكن يحصل بعض الفرص بعض الهجمات، وهذا وارد، وهذا الاختبار للمدافع لما تواجه مهاجمين او تواجه هجمه خطره شلون تتعامل في التمركز، وشلون ان انت تضغط بشكل جماعي حتى لو مستوى فردي انت تتعامل مع لاعب مهاري وشلون تتعامل معه. طبعا احنا محتاجين ان منتخبنا شهد اكثر مع مباريات اقوى راح يبين اكثر. طبعا نرجع للتشكيل، هذا الخط لاول مره يلعب مع بعض، فنعذرهم انه يعني كاول مباراه، لكن الان اداء متوسط يعني بالنسبه له، لانه ما في فرص كثيره ما في ضغط كثير. لكن تكلم عن الحاله 42 كان بامكانه انه يكون تمركز افضل بالنسبه لهذا الهجمه، هدف محقق انا اشوفه بالنسبه لجامايكا، لكن
زكريا كان متواجد بشكل جيد صاد الهجمه. نعم مشعل، شفنا المعز اليوم بدور نوعا ما مختلف، يعني هو بالعاده احنا نشوفه كمهاجم صريح، لكن اليوم قاعد يرجع دفاعيا، يبني من الخلف، يفرغ مساحات، الاجناب قاعده تشتغل بصوره صحيحه للحركه والتدوير اللي قاعد يسويه المعز. ممكن اليوم معز قاعد يقوم بهالادوار اللي قاعد يقوم فيها في نادي الحيل. اليوم احنا شفنا معز ويمكن الشارع الرياضي او حتى منتقدين دوم كانوا ينتقدون اداره الحيل في جلب المهاجم ومعز على الطرف وهو الهداف، ولكن اليوم المدرب استخدمه نفس ما استخدم في النادي، اليوم على الطرف قاعد يلعب. معز عنده مجهود، يقدر يخترق السرعه، فبامكان انه يلعب طرف، وانا اشوف يعني ممكن انت تستفيد منه في الاوقات اللي يمكن المنتخب يضطر انه معز يلعب، ولكن احنا عارفين ان معز اليوم يلعب راس حرب، ولكن في وجود منتار اللاعب المحطه، واحنا تكلمنا قبل كرش يعتمد على اللاعب المحطه في المباريات، خاصه المباريات القويه واللي انت تحتاج الفرق تكون افضل منك فنيا، راح تحتاج اللاعب المحطة اللي يريح فريقك اللي يقدر يلعب وظهر الخلف. معز يلعب في المساحات، عند السرعة، عند المراوغة، ولكن ما يلعب خلف ظهر للمرمى. نعم كابتن عبد العزيز، قبل نروح للحالات، احنا اليوم عندنا في 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 تشكيلة المنتخب وفي قائمة المنتخب عندنا جاسم الهيل، عندنا صلاح زكريا، يوسف حسن، ومشعل برشم. اليوم صلاح في المرمى اختبار مرتين، اختبار مثالي، يقظة، حضور ذهني عالي، سرعة بديهة، سرعة تحرك، واتخاذ قرار مثالي في ظل اللي شاهدنا في شوط أول. طبعا صلاح يعني السنوات آخر سنتين أو آخر ثلاث يعني من المحرسين المميزين، ويعني ضغط كبير، يعمل ضغط كبير تنافسي بالنسبة لسعد الشيب أو برشم أو يوسف حسن، لكن لاعب مميز، لاعب حارس إمكانياته عالية، محتاج تمرس اكثر في المرمى في المباريات الدوليه فقط. مش مشكله اذا كان عنده بعض الاخطاء في بعض الاهداف لو صارت، هذا شيء طبيعي، لكن الاهم انه هو اللاعب نشاهد انه هو في كثير من الحالات يتواجد. نعم. وعنده الجراءه وعنده كثير من اللقطات الجيده، حتى محتاج تمرس في توجيه خط الدفاع الامامي بالنسبه له. طيب ناخذ الحالات ونبدا بالهدف الاول، كان في الدقيقه 31 اللي احرزه همام الامين، بترك لكم التعليق على هذا الهدف. هاي اللي نتكلم، يمكن متعودين يعني بسام في اخر فتره قاعد يلعب ظهير مع المعز تنزيله ولا اروع لعلي اسد، اليوم احنا نتكلم عن هني خبره علي اسد واحتفاظه بالكوره حق طارق حق مصطفى مشعل. اليوم التحرك اللي همام ممكن انا حتى قبل عن اللي يتحرك كان بيتحرك الامام، ولكن خذ التحرك الصحيح اللي هي الليفر لاب من وراء يوسف نظرته للي تحرك همام تسديده ولا اروع في الزاويه الضيقه للحارس المرمى، هدف يعني يدرس بسبب التحرك، نقل الكره من على اليمين للي على اليسار، فيها تسلسل، فهاي جماليه الهدف والنهايه ولا اروع من همام. كابتن عبد العزيز، شوف تحرك همام الامين، لو دخل بالعرض للامام ما راح ياخذ الوضعيه المثاليه اللي سواها، الحركه، شوف الحركه من غير كره كان بيروح وغير اتجاهه، فيه انسجام ايضا مع يوسف عبد الرزاق من دون ما يشوف اللعب له، عارف وين تمركزه. طبعا لو اخذناها من البدايه نقول ان يعني النقله هذه من اليمين لليسار، لو ما تحرك همام كان طبعا لا توجد هجمه خطره، لكن تحرك لاعب واحد من الخلف عمل هذا الفارق بالنسبه للهدف، لكن الاهم ان همام عدى الخطا في ثواني او الزام الثانيه، كان بيروح للداخل غير الجهة اليسار، لان يوسف انتظر احساسه بهمام. نعم. بامكانه يدخل ويعمل بس هذا الهدف، وهذه الطريقه شفناها مع همام في اكثر من مره مع الغرافه في الدوري. نعم. يعني شيء بالنسبه له متعود عليه، متعود عليه، شيء طبيعي. همام احنا نعرف انه هجوميا لاعب جيد، لياقته جيده، عنده رجل جيده للتسديد. نعم. عنده اهداف بالنسبه لعامل التسديد، لكن الاهم تحركاته. نعم. لما الكره تطلع من اليمين لليسار يعرف التوقيت ومتى يدخل متى يرجع، وهذا الاهم بالنسبه له. ابو سعود كان هو بيعطي يعني يوسف عبد الرزاق في تحركه للثاني. نعم. بيعطيه تشانس انه حتى يقدر يراوغ لو اللاعب راح منه ويسدد على راحته. نعم. ولكن لو يعدي داخل سكر على يوسف الحالتين، يعني لا بيخلي يوسف يراوغ ولا بيخلي يوسف يمرر، ولكن في تحركه في جزء من الثاني نفس ما قال ابو حسن انه عدل جريته ولفرب من وراء. نعم. اعطاه التشانس انه في نفس الوقت. شوف الحين الثواني محسوبة، يعني يوسف عبد الرزاق واعي للاعب اللي بيجي من وراه، عارف وين بيتحرك، وفي نفس الوقت حريص جدا، ما حط همام في الأوفسايد. شوف وين متى لعب الباص، توقيت لعب الباص
مهم. إيه لأن لو تأخر ثواني وانتظر كان بيصير يوسف عبد الله بيصير همام في الأوفسايد. وشو نعم هو الإحساس بالمكان. بالمكان والتوقيت بعد يعني اليوم أنت المسافة قصيرة مو محتاج إنه ألعب باص قوي محتاج إنه بس ألمح اللاعب من يعني من الخلف يعدي خطوتين ألعب الباص بشكل يعني موزون على نعم. اساس انه يعطيه فرصه ليدخل او يسدد نعم. وهذا مغاب يوسف وهذا عمل جيد بالنسبه ليوسف ممتاز. الهدف الثاني عند كابتن عبد العزيز اللي جاء عن طريق ممتاري في الدقيقه 39 طبعا اي هجمه محتاج انك انت تتودى 18 تحركات بالنسبه للاعبين خلق المساحات الاوبشن بالنسبه للهدف محتاج انك انت بعد تعمل عليه كلاعبين تتكلم عدد كبير تتكلم عن سبع لاعبين ثمان لاعبين متواجدين طبعا التمركز في فوضى من لاعبين جامايكا عطى أفضلية منتخبنا يسجل هذا الهدف وطبعا مونتاري كان متواجد في الموعد جات أكثر من لعبة في هذا الفرصة قدر طبعا عدد الكبير متواجد منتخبنا تمركز مونتاري سدد في هذه نقول لا مركز الفوضى بالنسبة لجامايكا في الدفاع ساهمت ان تسجل لكن ضروري انك تتواجد مع فريق نقول ضعيف دفاعيا كثرة اللاعبين الموجودين يخلي الفريق يعني غير متزن والتحرك بالنسبة له نعم كابتن مشعل احنا نتكلم عن كثافة هجومية مثالية ست لاعبين في منطقة الجزاء لحظة الهجمة وفي نفس الوقت الكل متأهب للكرة الثانية السكند بول مهم جدا ما يعني ما في اي اتكاليه بالنسبه للاعبين وهاي اللي قاعد نتكلم رده يوسف عبد الرزاق انا بالنسبه لي الهدف ليوسف عبد الرزاق اليوم حتى يعني العكس هدف الاول النغله من على اليمين على اليسار اليوم العكس الهدف الثاني ولكن يوسف عبد الرزاق هو اللي سدد الكره الاولى في الغام رجع هو اللي سدد الكره الثانيه هني رده الفعل انه مو بيأس في لعيبه جيل يعني احنا لو نتكلم عن هني نشوفها مشها خلي العدد مشيها ان يوسف سدد بالرجل الشمال هني الاتكالية لا يوسف تكمله حاضر تكمله يوسف فهاي تنحسب له الكرة الثانية العرض ولكن مونتاري هني هاي اللي نتكلم عنه ميستة الركادة أوكي الفوضى الدفاعية ولكن تركيدة الكرة نعم. بشكل رائع وتسديدة ولا أروع طيب الحالة اللي علينا على منتخبنا في آخر الشوط وكان نتكلم عنها 42 نعم تفضل طبعا شيء مهم انك انت اليوم لما الفريق يهاجم تتوقع اخطاء زميلك يعني شوف الكره انتقلت لجهه اليسار خط الدفاع على خط واحد دائما انت تشوف الكره وتشوف طبعا زميلك لما يدخل الداخل شوف الدفاع احمد فتحي بالاضافه الى همام ما رجع في مساحه كبيره يعني ما حد قام بالتغطيه للدفاع تكلم ظهر يمين القلبين الدفاع نعم هما متأخر أحمد فتحي كان ينظر للهدف ينظر للكرة ولا ينظر للاعب اللي جاي من خلفه كابتن مش على الشوط الثاني هل في تغييرات ولا بتشوف نفس التوليفة يمكن نقول في انسجام بالنسبة للاعبين ممكن على حسب قراءة المدرب ممكن هو تغيير وأنا أتوقع راح يغير يمكن لاعب لاعبين لأنه يعطي فرصة حتى اللاعب الثانيين ولكن حتى لو بدأ ممكن يبدأ في أول ربع ساعة ويغير أتوقع منتخبنا راح يزيد النتيجة لأن شفنا فريق الجمايكي فريق متواضع بشكل كبير زين التغييرات اللي بتصير بالنسبة لمنتخبنا أحمد فتحي بيطلع عاصم مدبو راح يدخل يوسف عبد الرزاق يطلع تميم منصور راح يدخل كابتن علي تغييرات جيدة بالنسبة للمدرب وهذا العمل المدرب اللي احنا منتظرين منه دائما يحاول يجرب لأن المباراة تجربية نعم. محتاج يشوف أخطاء لاعبين جدد محتاج بالأرقام الشوط منتخبنا متفوق لكن محتاج ان هذا التفوق نعم. يستمر الشوط الثاني كابتن يزيد منتخبنا اذا كل التوفيق لمنتخبنا في هذه التجربه الثانيه زميلي سمير ضيوفي الكرام منتخبنا راح يضيف هدف ثالث باذن الله تعالى وان شاء الله تكون التجربه مثاليه عندك الكلمه شكرا لك خالد بلا ادنى شك نامل ذلك ونامل أيضا أن تكون الاستفادة حاضرة بشكل كبير عاصم مدبو تميم منصور تغييرات قادمة في قائمة السيد كارلوس كيروش في هذا التوقيت وفي هذه الأثناء في أرضية ملعب اللقاء يبدو أن بسام الراوي قد غادر عاصم مدبو بديلا تميم منصور يأتي لأرضية ملعب اللقاء أيضا هو الآخر على صعيد الجانب الهجومي
على صعيد خط المقدمة في هذا التوقيت. تغييرات يأتي بها السيد كارلوس كيروش من أجل وقوفه على جاهزية أغلب اللاعبين، معظم اللاعبين الحاضرين بجانبه على صعيد القائمة وعلى صعيد أيضا الجاهزية التامة لما هو قادم. تغييرات متوقعة أيضا من كلا المدربين، توقعات أو تغييرات أيضا منتظرة، هي سمة وطابع للمباريات الودية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، إتاحة الفرصة لأغلب اللاعبين من أجل المشاركة، من أجل الحضور، من أجل التواجد في أرضية ملعب اللقاء. هنا لدينا همام الأمين، واحدة من الأسماء التي أيضا جاءت بأهداف في شوط اللقاء الأول. 2-0 همام الأمين. محمد مونتاري بعد مجهود كان حاضرا وواضحا من جانب يوسف عبد الرزاق الذي حاول لمرتين، لكن القائم الجامايكي كان حاضرا قبل أن تعود بعد ذلك لمحمد مونتاري ليضع كرة في شباك منتخب جامايكا. ملعب زونيسي في النمسا، حيث المعسكر الإعدادي، المعسكر المقام للعنابي في هذه الفترة. تصف المعسكر هنالك، تتبقى بعد ذلك مواجهة ودية تجريبية وحيدة، وعلى إثرها ينهي العنابي استعداده ومعسكره الذي خاض من خلاله 3 لقاءات حينما ينهي آخر مواجهة. صلاح زكريا، رأينا التصدي والحضور لكرتين في شوط اللقاء الأول لصلاح زكريا. يلعب كرة عالية بعد ذلك أمامية، سوف نرى شكل العنابي في شوط اللقاء الثاني في الوقت الذي ذهبت توقعات الخبراء في الاستوديو لإضافة هدف ثالث وقدرة العنابي على التسجيل أيضا من خلال مجريات ودقائق اللعب في شوط اللقاء الثاني. تقدم حاضر، مصطفى مشعل لعب كرة عكسية وصلت إلى يدي حارس المرمى دينيس تايلور. حارس المرمى الجامايكي هو الآخر يستعد ويعد العدة لبطولة الكأس الذهبية كونكاكاف. طبعا يخوض لقاء أمام المنتخب الأردني، منتخب الجامايكي، بعد 4 أيام من الآن، وبعدها يستهل مشواره في لقاء الافتتاح أمام الولايات المتحدة الأمريكية 25 من يونيو. لذلك يقابل منتخب ترينداد وتوباغو، منتخب الجامايكي صاحب التصنيف 63 على مستوى العالم. كارلوس كيروش، هذا الرجل ذو، دعني أقول، طفرة كبيرة مع الشباب، طفرة كبيرة مع الفئات السنية، الرجل الذي ذاع صيته مبكرا حينما كان مدربا للمنتخب البرتغالي بمختلف الأعمار السنية، يعني في 89، في 89 جاء بلقب بطولة أوروبا مع المنتخب البرتغالي، بعدها عين ليقود منتخب البرتغال تحت 20 سنة في كأس العالم، ويحصل عليه أيضا بعد ذلك في 91. هنا بدأت
البداية، وهنا بدأت الرحلة ليخطف كل الأنظار السيد كارلوس كيروش في بدايته. لذلك حينما لفت الأنظار اتجه اهتمام الأسطورة التدريبية السيد السير أليكس فيرغسون ليحضر كمساعد مع ألمانيا يونايتد ويعطيه كل الثقة. كانت تلك في البدايات بالنسبة لهذا الرجل الخبير والمتمكن السيد كارلوس كيروش. نتكلم عن بدايات، لكن في يعني من عام 2000 درب المنتخب الجنوب الأفريقي، 2002 كان مساعدا بجانب السيد سير أليكس فيرغسون، بعدها البرتغال، بعدها المنتخب الإيراني الذي قضى معه سنوات. صلاح زكريا يلعب كرة أمامية، المعز يبحث، بعد ذلك تعود مرة أخرى يوسف عبد الرزاق غادر، تميم منصور جاء لأرضية ملعب اللقاء، تغيير الذي جاء على صعيد الشق الهجومي، جاء على صعيد الناحية الهجومية للسيد كارلوس كيروش. درب في مصر، درب في كولومبيا بعد إيران، وعاد إلى إيران، وبعد ذلك يأتي على صعيد القيادة الفنية في العنابي. باول يلعب كرة عالية على الفاس، بعد ذلك وصلت كرة إلى يدي حارس المرمى صلاح زكريا، يبدي ثقة عالية، يبدي حضور جيد أيضا من خلال التواجد في مباراة الليلة. حديث عن صلاح زكريا الأمر الواضح بالنسبة لنا في الدقائق واللحظات الماضية. هنا الاشتراك ما بين بسام الراوي ودانيال، على إثرها جاءت الصافرة والمخالفة. على اليسار همام الأمين، قيمة كبيرة في الجانب الأيسر، حضور كبير لهمام الأمين، الأمر الذي يتضح والأمر الذي أيضا يترجم بوصول بعد جملة فنية وبعد عدد من التمريرات نجح فيها عناصر العنابي بتسجيل هدف نموذجي، هدف مثالي على صعيد الوصول إلى المرمى بعد أكثر من نقلة وبعد أكثر من تمريرة. علي أسد، تميم منصور، استلام حاضر يأتي من بسام الراوي، يلعب الكرة العكسية، تعود مرة أخرى برأسية سهيل، والحضور الدفاعي بجانب طارق سلمان، ذبطية عالية على صعيد خط الدفاع، التزام بكافة الجوانب التي يضعها السيد كارلوس كيروش. الأمر الواضح من خلال 53 أو 54 دقيقة من اللعب في ملعب زونيسي. تميم منصور يبحث من أمام خط الدفاع، بعد ذلك كرة تمر وتنتهي إلى خارج أرضية الملعب. شوف تعليمات المعز ولقطات لمجريات اللعب في الدقائق الماضية. سهيل، زكريا، والخبير كارلوس مانويل بريتو كيروش. بنا هجمة من الخلف حاضرة لدى المنتخب الجامايكي، أدريان مرابي لاعب خط الدفاع، دفاع الجامايكي رغم وجود هذه الأسماء إلا أن أيضا عناصر العنابي استطاعت الوصول في مرتين ولمرتين إلى شباك ومرمى دينيس تايلور. على اليسار مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس
مرت من نيلسون حديث نظرات ترقب وبداية وعمل أو بداية رحلة بالنسبة للسيد كيروش، الرجل الذي قال في تصريحاته وحديثه في الفترة الماضية بأن مهمة بناء منتخب قوي جدا، تحقيق أعلى المستويات من الجاهزية البدنية والذهنية قبل خوض غمار آسيا المقبلة، هدف ثالث وكرة تبعد بعد ذلك، كرة تبعد بعد ذلك مطلع العام المقبل حيث الاستحقاق الآسيوي كأس أمم آسيا والعنابي بطلا لها في نسخة ماضية. ذلك التحديات كبيرة والتطلعات كبيرة في البطولة التي أيضا تستضيفها الدوحة، تحتضنها الدوحة، ولذلك الآمال ربما تكون كبيرة جدا على العنابي وعلى هؤلاء العناصر من أجل استعادة ذلك المجد واستعادة ذلك الحضور الذي كان حاضرا في كأس آسيا الماضية وفي كأس آسيا التي نال العنابي لقبها. صلاح زكريا ذلك كيروش قال بأن نبحث أن نكون في قمة الجاهزية على صعيدها البدني وعلى صعيدها الذهني قبل خوض غمار المعترك الآسيوي. قال بأن قرعة كأس آسيا جيدة والمباريات وتنتظرنا مباريات مثيرة، والمهم الآن هو كيفية التحضير لخوض منافسات البطولة والدفاع عن اللقب الذي توج به المنتخب القطري في عام 2019. وإعادة السعادة وكل السعادة لكل محبي وجماهير كرة القدم القطرية. طبعا العنابي في كأس آسيا راح يكون في مجموعة الصين، طاجكستان ولبنان، والرحلة تنطلق من المشاركة في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأواخر من هذا الشهر. كيروش وتعليماته، كرة بعد ذلك يمنح من خلال المنتخب الجامايكي المخالفة والخطأ على اليسار، بسام الراوي، دانيال يأخذ كرة من أمام بسام، بعد ذلك أقصى اليسار للمنتخب القطري، الأقصى اليمين للمنتخب الجامايكي، همام الأمين تميم منصور، والده النجم التاريخي منصور مفتاح، واحدا من نجوم وأساطير كرة القدم القطرية. لدينا ابن الآن تميم منصور لاعبي خط المقدمة، تطلعات وأمنيات بأن يكون حاضرا وبصورة كبيرة، كذلك الماتع وكذلك المبهر منصور مفتاح. كرة الآن حاضرة لدى العنابي، علي أسد إلى عاصم مدبو، واحدة من الخيارات البديلة التي جاء في شوط اللقاء الثاني، واحدة من الأسماء البديلة التي زج بها السيد كارلوس كيروش. ساعة كاملة من اللعب هنا في لقاء العنابي والمنتخب الجامايكي، اثنين مقابل لا شيء
للعنابي جاءت الأهداف في شوط اللقاء الأول. صراع وعملية مسك وخطأ من أحمد سهيل على مقربة من أنظاري ونظراتي حكم اللقاء يعطى لمصلحتي نيشيلسون. خطأ يبدو في مكان قريب، وشاهدنا خطأ مماثل له في شوط اللقاء الأول قبل أن يتصدى ويتألق. وبكل براءة صلاح زكريا في الذودي عن مرمى. مرة أخرى نيشيلسون، شمار، شمار على التنفيذ، يلعب كرة بعد ذلك في الشباك. نعم، هدف يأتي من نقطة الجزاء من جانب شمار، ينجح شمار نيكلسون بهدف في شباك ومرمى صلاح زكريا. ذهب صلاح زكريا إلى الزاوية، ذهب صلاح زكريا إلى حيث الكرة، لكن بعد ذلك من نقطة الجزاء هدف يأتي في شباك ومرمى صلاح زكريا. شمار نيكلسون لاعب سبارتك موسكو الروسي، لاعب اللي عنده 26 سنة، هو من يأتي بهدف تقليص الفارق بعد خطأ كان من أحمد سهيل داخل منطقة الجزاء. ولا يثري منح المنتخب الجامايكي ركلة جزاء ونجح في تنفيذها وتسجيلها شمار نيكلسون. كرة بتعود لدى المنتخب الجامايكي، الأمور سوف تختلف بعد هدف تقليص الفارق. ومن خلال أقل من نصف ساعة متبقية على زمن واحدة في هذه التجربة الودية، هذا اللقاء الودي الدولي ما بين المنتخب القطري والمنتخب الجامايكي. الآن هنالك لورانس على صعيد خط الدفاع ربما يكون حاضرا. كرة لدى متاري، خذوا هات، لم تكتمل ما بينه وما بين المعز. شوط اللقاء الثاني غابت المحاولات الهجومية جانب عناصر العنابي. القوع مخالفة خطأ لمصلحة بسام الراوي. ألفاس باول اللاعب الحاضر على صعيد الدوري الأمريكي هنالك في الولايات المتحدة الأمريكية، تكلم عن متوسط أعمار 26 سنة للمنتخب الجامايكي. كرة أقصى اليسار للعنابي، الآن فرصة من أجل ثالث. همام مرر كرة لأسد اعتلى وذهبت بعيدا أقوى من اللازم من علي أسد، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. كرة كانت في منتهى الخطورة بعد ذلك مرت. الآن التغييرات، ثلاث تغييرات، دفعة واحدة ليبيك سيغادر. براون جاء بديلا، ايضا ليمبرت هو الاخر امامك في الصورة، يأتي لأرضية ملعب اللقاء، يحل في أرضية ملعب اللقاء كواحدة من الأسماء البديلة بالإضافة إلى
الواضح أمامك في الصورة برنارد، برنارد بالقميص رقم 20 هو الآخر يأخذ مكانه في قائمة المنتخب الجامايكي في أرضية ملعب اللقاء. تغييرات يجريها السيد هيمر بعد أن قلص الفارق عناصر عن طريق نقطة الجزاء وعن طريق شمار نيكولسون. كرة بالجانب الأيمن، بداية هجمة على المنتخب الجامايكي، يمتلك الكرة بنسبة أكبر، يستحوذ عناصر الكرة بنسبة أكبر، في الوقت الذي كارلوس كيروش لم يجري إلا تغييرين. كل مدرب وطريقته، كل مدرب وأسلوبه، كل مدرب وما يبحث عنه وما يريد من هذه التجارب الودية. كل مدرب عنده استراتيجي خاص، عنده خطة وأسلوب معين يبحث عنه، ولذلك كما ذكرت المكاسب في المباريات التجريبية الودية هي بعيدة وكل البعد عن لغة الفوز والخسارة في عالم كرة القدم. يعني تصريحات كارلوس كيروش واضحة جدا، يقول منتخب قوي وفي غاية الجاهزية قبل خوض غمار كأس آسيا المقبلة في قطر. يعني الرجل الهدف هنالك بعد مشوار يبدأ من هنا من معسكر النمسا، بعد ذلك خوض الكأس الذهبية، بعد ذلك المعسكرات القادمة، بعد ذلك الكثير من الانسجام والكثير من تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد الجاهزية وعلى صعيد الخطة التي وضعت من جانب كيروش. والقائمين على المنتخب الآن الكرة بالخلف لدى المنتخب الجامايكي، يلعب كرة عبر الجانب الأيسر، عملية تمريرات، هنالك عدد من العناصر تملك الإمكانيات، تملك القدرات، وتملك أيضا الكثير من أجل الحفاظ على لقبها والحفاظ على ذلك التوهج وإبقاء على النابي واحدا من أقوى المنتخبات على صعيد القارة في الاستحقاقات القادمة. عاصمة دبو، حفاظ على مكتسبات 2019، بطل القارة 2019، ولذلك يجب أن تكون دائما في قائمة الترشح وفي قائمة الأفضلية على صعيد القارة. الكرة لدى تميم منصور، علي أسد، المعز على اليمين، هنالك راية وتسلل، وبعد ذلك قرار يأتي بركلة حرة غير مباشرة. المعز من قدم الروايا وكل الروايا في 2019. الآن التغييرات، أحمد سهيل يترك مكانه في أرضية ملعب اللقاء، تغييرات عديدة، محمد وعد، عبد السلام أيضا. تغييرات تأتي من جانب السيد كيروش.
تغييرات ايضا الزج بعدد من الاسماء بعدد من الدماء الجديده ايضا الوقوف على مستوى من خلال 20 دقيقه قادمه. كرة تلعب بالوسط تلعب بعد ذلك عبر الجانب الأيمن. خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه المحاولة، يجب اليقظة وكل اليقظة من عناصر العنابي. سامي الراوي أبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الماضية التي طالت على نيكلسون. مرة أخرى يبعد كرة صلاح زكريا، يتدخل في توقيت مناسب ويبعد الكرة الماضية. صافرة خطأ أيضا. حديث رائع ما بين نيكلسون وما بين سامي الراوي. شوط اللقاء الثاني كان بأفضلية المنتخب الجامايكي. تراجع أداء العنابي بعض الشيء. صراع حاضر على كرة بعد ذلك في الجانب الأيسر. بسام يعيد الكرة لصلاح زكريا. عدد من الأسامي وعدد من اللاعبين الحاضرين بجانب السيد كيروش. القائمة التي اختيرت بثلاث عوامل أو على ثلاث أسس: الأداء، الموهبة، الخبرة. وبعد متابعة دقيقة في لأربعة أشهر دعني أقول من جانب السيد كارلوس كيروش، بعد متابعة مباريات دوري في الفترة الماضية من قبل هذا الرجل البرتغالي، ليقوم بعدها بهذه الخيارات. تكلم 66 لاعب، بعد ذلك قلصوا إلى 44 المعسكر الداخلي، بعد ذلك 6 لاعبين في منتخب الشباب، وبعد ذلك الاستقرار على هذه القائمة النهائية تتكلم عن 26 لاعب. ذكرنا استحقاق كأس آسيا المقبل، وذلك وأيضا هنالك بعد ذلك استحقاق التأهل لنهائيات كأس العالم 2026. أمريكا وكندا والمكسيك. كرة تلعب، حاول أيضا تبعد في الجانب الأيسر. تبقى مواجهة نيوزيلندا قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المعز ربع ساعة متبقية على نهاية تفاصيل هذا اللقاء الودي، هذه التجربة الودية. سلامات تميم منصور يبدو لي. واقعا على أرضية الملعب يشكو من إصابة في اللقطة الماضية. سلامات يتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي وفي انتظار عودة مجريات اللعب.
تغييرات ربما تكون قادمة. مصعب خضر تكلم عن مصعب ربما يكون في أرضية ملعب اللقاء في الوقت الذي تميم منصور يبدو بأنه لن يستطيع إكمال اللعب. سلامات تميم، جاء كبديل في شوط اللقاء الثاني بعد ذلك، أيضا تعرض للإصابة وعلى إثرها يغادر إلى خارج أرضية ملعب اللقاء. سرعان ما يكون البديل جاهزا لدى كارلوس كيروش، كرة بتعود النقلة أمامية وسط الملعب، غابت المحاولات الهجومية للعنابي، نام لا تعود بكرة وهدف ثالث. عاصم مدبو يحضر كرة، بسام الراوي بعد ذلك صدت في ظل تراجع عناصر المنتخب الجامايكي للخلف. تغيير بداية الإصابة، مصعب بديل لتميم منصور. إجراء التغييرات حسب مجريات واحتياج اللقاء في لقاء نقترب من 10 دقائق الأخيرة، ويبدو بأن السيد كارلوس كيروش قد توصل إلى بعض النقاط التي يبحث عنها ويريدها من مثل هذه المواجهة. ممكن تكون المواجهات الودية يعني ليست بطابع المباريات الرسمية على صعيد الأداء، الإثارة، التشويق، لكن كما ذكرت هي في غاية الأهمية للمدربين وعلى صعيد عدة مكاسب. كرة بتلعب، استلام حاضر من مجال التولي أرضية ملعب اللقاء، تمريرة للمعز، كرة بعد ذلك هل يبدو أنها طالت؟ وصلت إلى يدي حارس المرمى وايت تايلور. أمسك بكرة بعد ذلك نيكلسون من الجانب الأيسر، ايضا تغطية حاضرة من جانب الدفاع. كرة بالجهة اليسرى، محاولة التقدم، همام يعيد كرة للخلف، محاولة بعد ذلك ارسال كرة طولية من جانب عاصم دبو. غاب لفترات بداعي الإصابة، غاب في الفترة الماضية. عاصم دبو، همام الأمين، خذوا هات، تغيير اتجاه، مصعب يلعب العكسية، بعد ذلك عبيدة فراسية، عادت مرة أخرى، المحاولة قائمة مستمرة، بسام الراوي لعب كرة، بعد ذلك تمرير، اقتراب من هدف ثالث، الآن محاولة للعنابي، الكرة إلى ركلة ركنية. كرة إلى ركلة ركنية.
ركلة ركنية تلعب عالية أيضا الإبعاد من الدفاع بعد ذلك تسديد وصلت. عادت عملية مسك. نصل إلى الدقائق الأخيرة، نصل إلى اللحظات الأخيرة. 10 دقائق تتكلم متبقية على زمن هذا اللقاء الذي قل بعض الشيء فيه العطاء في شوط اللقاء الثاني. من وجهة نظري شوط أول كان أفضل من شوط اللقاء الثاني. بيل يلعب كرة، تغيير اتجاه اللاعب إلى الجانب الأيمن. المعز لم نرى بشكل واضح في مجريات اللاعب في 82 دقيقة ماضية. كرة عبر الجانب الأيمن، محاولة مرور بعد ذلك كرة عكسية رأسية خطيرة. نيكلسون يبقى هو الأخطر من جانب المنتخب الجامايكي. كل المحاولات هذه العكسية من براون، بعد ذلك الرأسية جاءت قبل أن تصل لي صلاح زكريا. صلاح الذي كان قريبا أيضا من التصدي لركلة الجزاء. لا زالت التغييرات 8. جوهانسون بديلا لبيرس، اللاعب الذي غادر وترك مكانه في أرضية ملعب اللقاء. السيد هيمر يجري تغييرات، يجري تبديلات. كل مدرب يبحث عن الوقوف على أداء لاعبيه وعناصره. جاسم عبد السلام، جاسم جابر، قام بالمخالفة والخطأ بعد ذلك الركلة الحرة المباشرة. كرة ثابتة. معز نال بطاقة صفراء. هنا الآن ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة للمنتخب الجامايكي. كرة بعد ذلك بهذه الصورة اجتازت، عبرت، مرت إلى خارج أرضية الملعب. رقابة رجل لرجل، ركلة ركنية الآن لدى المنتخب الجامايكي. مع الخمس دقائق الأخيرة يجب التركيز، يجب الحضور، يجب الإبعاد، يجب الحفاظ على التقدم. الكرة لعبت، برافو المعز، يعود لأداء أدواره الدفاعية، يبعد الكرة، يقف بجانب زملاء، الكل يتواجد على مقربة أو في منطقة الجزاء لمرمى صلاح زكريا من أجل إبعاد الكرات التي تأتي من المنتخب الجامايكي. رمية جانبية لدى همام الأمين. همام يلعب كرة من اليسار لليمين. تعود هنا السيد هامر، الرجل الذي قال بأننا نخوض مباراة صعبة ومباراة أيضا أعلم بأنها أمام منتخب
من أقوى المنتخبات الآسيوية، ولذلك هي تجربة قوية للغاية. برنارد، كرة للخلف تعود، وايتي، بعد ذلك براون. آخر 4 دقائق، دائما الكرة الطولية ما تكون لدى نيكلسون، ذهبت مرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، كرة الماضية الجامايكية خلال الإبعاد كان من محمد وعد. هنا تعليمات كارلوس كيروش، فيما تبقى من وقت يطالب فيه عناصر العنابي بالثبات والتركيز وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مرمى صلاح زكريا. صافرة مخالفة خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة أدريان بعد كرة كانت حاضرة من جانب برنارد. هنا الوقوع، ويبدو أن هنالك بطاقة صفراء، يعني احنا شاهدنا الخطأ الذي كان من أحمد سهيل، وبعد ذلك نجح المنتخب الجامايكي بتقليص الفارق. الآن خطأ آخر يأتي في على مشارف منطقة الجزاء، كانت كرة سهيل ركلة جزاء، هذه الآن كرة ثابتة وفي مكان يبدو خطير. هذه الأخطاء تسبب الكثير من المخاطر على مرمى العنابي، خاصة في ظل عناصر تجيد تنفيذ هذه الكرات الثابتة. ريتشارد على تنفيذ، وبالقدم اليسرى ريتشارد يرسل كرة في أحضانه ويدي صلاح زكريا في المكان والتوقيت المناسب، وبعد ذلك تصل الكرة إلى أحضان صلاح زكريا، ينجح في الإمساك بالكرة الماضية. خطيرة الكرات الثابتة لدى المنتخب الجامايكي، وكما ذكرت عناصر تجيد تنفيذ الكرات الثابتة. مصعب خضر جاء بديلا لتميم منصور الذي غادر بداء الإصابة. هنا كرة تمر وتبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. نعيش اللحظات الأخيرة، نلملم أوراق، هذه هي التجربة الودية، هذا اللقاء الودي الاستعدادي والإعدادي للعنابي ضمن معسكر النمسا، وفي استعداد وإعداد للعنابي استعدادا لبطولة الكأس الذهبية كونكاكاف التي سوف تكون حاضرة في أواخر هذا الشهر، وتحديدا في 25 من يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني القطري للمرة الثانية، ثاني مشاركاته وثاني حضور له على صعيد الكأس الذهبية. تبقى لقاء ودي أيضا ينهي من خلال هذا المعسكر الاستعدادي والإعدادي في النمسا، ويكون ختام هذا المعسكر وختام التجارب الودية. وقت أصل ينتهي، النظر في 4 دقائق قدرت واحتسبت كوقت بدل ضايع لهذه المواجهة. العنابي لا يزال متقدما بهدفين جاء بهم في شوط اللقاء الأول، همام الأمين ومحمد منتاري قبل أن يقلص
نيكلسون الفارق من نقطة الجزاء لجامايكا. هنا تدخل من عاصمة دبو ولا إثراء المخالفة والركل الحر المباشر للمنتخب الجامايكي. دائما ما يعطي التنبيهات والتعليمات والوصايا صلاح زكريا، واحدا من نجوم اللقاء، يحسب له التصدي إلى ثلاث إلى أربع كرات، أو دعني أقول ثلاث كرات كانت في غاية الخطورة وكانت تهدد مرمى العنابي. جوهانسون يلعب العكسية، المعز مصطفى، المعز في الوسط، نقلات كرة الآن حاضرة، نمسك كرة، نمتلك كرة، نحاول عدم فقدانها. امضاء الوقت وما تبقى من دقائق، وبعد ذلك الخروج بنتيجة إيجابية، بجانب أيضا المكتسبات التي بحث عنها وأرادها السيد كارلوس كيروش. على اليسار تعود بالخلف، عدد من التمريرات، نعم نمسك كرة، نمسك كرة، لكن الآن ما سيطرنا، وبعد ذلك الكرة مرت حازم وجاسم، وبعد ذلك انتهت الكرة الماضية. العناصر البديلة، العناصر التي جاءت من قائمة البدلاء، في تغييرات عدة أيضا، كل المدربين أجرى تغييرات، زج بالعديد من الأسماء في قائمة البدلاء. كيروش تجربة جامايكا على مشارف النهاية وعلى الاقتراب من صافرة حكم اللقاء هنا في ملعب زونيسي. العنابي يتقدم بهدفين مقابل هدف، نجح في ذلك في شوط اللقاء الأول. عاصمة دبو، حازم طالع بالكرة على اليسار، بعد ذلك لا تزال المحاولة من الجانب الأيسر، هي ثواني. عاصمة دبو سدد عالية بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى من عاصمة دبو. استعيد مستوى شيئا فشيء حتى يكون هو وبقية العناصر في جاهزية عالية بدنيا وذهنيا من خلال الأيام القادمة والتجارب القادمة. تجربة العنابي أمام جامايكا تنتهي بتفوق وانتصار بهدفين مقابل هدف بالنسبة للعنابي على المنتخب الجامايكي. هكذا هي التفاصيل في ثاني التجارب الودية هنا في معسكر النمسا. سمير المعرفي كان معكم واصفا معلقا. تغطية قنوات الكأس لا تزال مستمرة لهذا اللقاء الودي وهذه التجربة الودية، ولدى الزميل العزيز خالد القحطاني والكباتن الخبراء للعزيز حسن مشعل عبد الله حديث يقال عن ما دار في هذه المواجهة. إليك الكلمة زميلي خالد. شكرا زميلي سمير المعرفي. إذن مشاهدين الكرام ينتهي هذا اللقاء بتفوق منتخبنا بهدفين مقابل هدف. كانت أهداف منتخبنا في الشوط الأول والهدف الجامايكي في الشوط الثاني. بدأت الأهداف في الدقيقة 31 عن طريق همام الأمين بعد التسديدة المثالية التي دائما ما يسددها همام الأمين بهذه الصورة كما شاهدنا في شوط المباراة الأول.
هدف منتخبنا الثاني جاء في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب محمد منتاري بعد محاولتين ليوسف عبد الرزاق، ومحمد منتاري يحرز الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدفين للا شيء. الشوط الثاني وفي الدقيقة 60 استطاع المنتخب الجامايكي من تقليص النتيجة بعد هذه العرقلة من أحمد سهيل لمهاجم المنتخب الجامايكي، وسددها شمار بيكلسون ليحرز الهدف الوحيد للمنتخب الجامايكي.